ازيك يا جيجي؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحقيقة هي يعني غلبتني عشان ترضى تطلع معايا، لكن أنا الحقيقة حاسة إنه ليلة راس السنة وإحنا بنبدأ سنة جديدة، معرفش، عايزة أسلط الضوء على نجمة البيوت واللي حضراتكم ممكن تشوفوا فيها مامتكم. الأول عرفيني كده عن نفسك، هو أنتي بنت مين؟ هو أنتي اتربيتي إزاي؟ مين مامتك؟ مين باباكي؟ أنا اسمي ابتهاج محمد أحمد غازي. أيوه. بنت محمد أحمد غازي. أيوه. أقول وظيفته؟ ها. كان ضابط في القوات المسلحة المصرية. جميل، ومامتك؟ ومامتي كان اسمها فريدة عبد العزيز غازي. أيوه. بنت عمه. بنت عم باباكي. اه. وبعدين ودخلتي المدرسة، كنت الأول تربيتي فين؟ في القاهرة ولا فين؟ لا، في القاهرة. ودخلتي المدرسة وكبرتي، ربوكي ازاي محمد غازي وفريدة عبد العزيز غازي؟ ربوني ازاي؟ زي أي أب بيربي بنته. ازاي بقى؟ ما قولي لنا كده، ادينا كده شوية حاجات كده لطيفة من الحاجات اللي لا اللي يعني كنت... ايه، أنا ما كنتش بقى من النوع المتمردة أو بتاع، كنت بسمع الكلام يعني بزيادة. بزيادة لدرجة إن بقينا نقول لك إيه الملل؟ كل حاجة بتسمعي فيها الكلام. لدرجة إنه لما قالوا لك العريس اللي جالك، قلت لهم أنه عريس فيهم؟ قالوا لك العريس بتاع طنطا، قلت لهم طيب. إزاي كده؟ إزاي؟ إحنا كنا نستغرب جدا، نقول لا يعني إيه؟ يعني ما تقوليش لأ، أنا سيبوني أفكر، سيبوني أشوف نفسي، أشاور دماغي، لازم أحب الأول. إزاي كده؟ أحب الأول؟ آه. طب ما أحب بعدين؟ نتجوزوا حبه بعد كده. والله يعني ما جاش في بالك؟ اصل بصي يقولوا ايه، اصل كانت بتحبه 4 سنين في الكليه، وبعد كده اتجوزوا وحصل مشاكل، وبعدين او في واحده عندها مشكله تقول اصل جوازتي جواز صالونات، وبعدين ايه، بتفشل الجوازه او بتنجح. لا، انا تهيالي جواز الصالونات ده بيبقى احسن. جواز الصالونات احسن. طيب، ما هو جالكوا في الصالون وقال لكم حياه سيدي رسول الله، ما انا همشي غير لما اتجوزوا لي. خلاص، صح كده، وكان النصيب برضه. طيب انت الحقيقه ان احنا ده بيت مصري اصيل زي بيوتنا، يعني اللي كلنا متربيين فيها. انا عايزه القي الضوء على شويه حاجات بتحصل في البيوت المصريه، وجايبه نموذج من الامهات يعني اللي كلنا يعني ايه، يعني ده نموذج كل الناس لما بتشوفه بتقول ايه، زي مامتي، زي جدتي، زي مامتي، زي جدتي. انا حاسه ان انا بسمع نفس الحكايات. الاول انا عايزه اسالك على شويه حاجات كده عامله مشاكل في البيوت دلوقتي. يعني مثلا يقول لك ايه، لا نكتب قايمه ما نكتبش قايمه، نكتب قايمه ما نكتبش قايمه. انت كتبتي قايمه ولا ما كتبتيش قايمه؟ كتبت قايمه، بس حكايتها كانت غريبه. ايه بقى، احكي لي. اولا احنا في القاهره ما كانش في قايمه. لما اتجوزت بقى، انا كنت في القاهره وبابايا جهزني، كان ايه، العروسه بقى الفرح في بيتها والخطوبه في بيتها. ايوه. مفيش قاعه بقى ولا الكلام. احنا عندنا صور للفرح كده، وانتوا واقفين على السفره في بيتكم، وعاملين اكل بيت، ومش عارفه ايه. وقالت لي الافراح كانت في البيوت. الخطوبه في البيت والفرح في البيت. خلاص. وبعدين فباباكي جهزك. فبقى وجاب العفش وكده. وانا بقى تاني يوم جالي بعض يوم الفرح، سافرت. الصوره هي وانت بتاكلي جوزك في بقه، بس على سفره بيتكو في البيت. لا، في بيتنا كله. البيت. ايوه، ما كانش في حاجه بقى، قاعه ومش عارفه ايه. ايوه. واوتيل كذا، ولا ده كذا، لا مفيش، في البيت. ماشي. غني او فقير كان بيعمل في البيت. ايوه. وبعدين خد بالك. فايه، قولي بقى تاني يوم انا سافرت بقى طنطا، ورحت البيت بتاعي في طنطا. بابايا بقى ومامتي جالوا تاني، قولي تاني يوم. فبقى باباكي قال له، الله يا عمي، احنا انت ما كتبتش قايمه. يعني جوزك ابويا، بعد ما اتجوزك وروحتوا البيت وبقيتي في بيته، تاني يوم بقى يقول لحماه انت ما كتبتش قايمه. انت ما كتبتش قايمه ليه؟
هو اللي قال له. فجده قال له ايه بقى؟ ما شفتيش بقى عريس بيقول اكتب القايمه؟ لا ده ما بيرضوش والدنيا الجوازه بتبوظ بسبب القايمه. قال له ايه؟ طب انا ما معيش فواتير ولا كده؟ ده باباكي قال له ما معيش فواتير عشان ما معيش نكتب القايمه. فواتير فالمهم جه بعد كده هو ومامتي في قبل رمضان بعد تقريبا 10 ايام او كده. فالمهم ايه؟ قال له انت ما جبتش الفواتير؟ قال له لا، لما اجي تاني ابقى اجيب الفواتير. يعني هو كل شويه يزن عليه يقول له هات الفواتير عشان نكتب القايمه، والفواتير عشان يكتبوا كل حاجه بسعرها بكده يعني. لازم بالفواتير. فين بعديها بقى بشهر ولا اما بقى بعد العيد بقى وكده. جه جاي لي في العيد بقى وكده. وجاب الفواتير وبابايا بيكتب القايمه، يقول له زود شويه في الفلوس. لا ده باباكي بيقول لبابايا زود في الفلوس فعلا. اتاري القايمه دي بقى الناس بتفتخر بيها. شوفوا بقى جايب ايه وعامل ايه. وبعدين كان الاول ايه؟ العروسه بتجيب العفش والعريس بيدفع مهر يجيب الشبكه. ما كانش فيه. وبعدين ده انا كنت بعرف بنات مستواهم يعني المادي عالي جدا. كانت هي وخطيبها يجهزوا نفسهم. ده في زمان؟ ايامي كان في بنات بيجهزوا نفسهم. بيجهزوا نفسهم من يعني شغلهم مثلا يعني؟ ايه؟ اوضه النوم بمبلغ كذا. هي تدفع النص وهو بنفسهم. طب كده. ما بالنص ده من زمان. لا يعني هي اللي بتدفع. منين بقى؟ كانت بتبقى بتشتغل؟ واحده بتشتغل او كده. ما هو ده بقى هيخلينا ننقل لحته تانية. ما احنا بقى بنتكلم بقى على حياتنا وبيوتنا، على شغل الست. انت طول عمرك تقولي لنا لازم تشتغلوا، لازم تشتغلوا. طبعا لازم تشتغلوا. لازم تشتغلوا. ليه لازم تشتغلوا؟ يعني ما بتشوفيش بقى الست بتتطلق وبعدين ايه؟ افرضي كتبت قايمه وقد كده وراح جوزها كرشها بالعيال. القايمه هتعمل لها ايه؟ وممكن تبقى الست واخده العفش بتاعها وكل حاجه وتقول انا ما خدتش وتعمل له تبديد عفش والراجل يخش ده بيحصل دلوقتي بس زمان كان بيحصل. لا الاثنين بتحصل الاثنين. يعني الاخلاق بقت يعني ممكن ايه؟ العريس او الراجل يكرشها هي واولادها. يا ساتر يا ولاده ولا ايه؟ كتير ولا طول عفش ولا تقول له القايمه بتاعتي يقول لها اشتكيني في المحكمه. أو هي تتهمه برضو. أو هي تتهمه بتبديد العفش تاخد وتسجنه العفش لأن هي كانت وإيه بقى إيه؟ وتقول ده إيه؟ ده بدت العفش وممكن يدفع فلوسها أو يعني طيب حاجة مقرفة يعني. أيوة بس أنتِ موضوع الشغل ده أنتِ مخرجاه بره. لا برضك الست بيبقى ليها وضعها في البيت. وبعدين ممكن تبقى قاعدة في البيت وبتبقى مهملة ببيتها. بالعكس انا حاسه ان الشغل الوقت بيبقى منظم. الواحد يصحى كذا ويعمل كذا ويروح الشغل ويجي. ما انت عارفه. ايوه انا عارفه بس الناس لازم تعرف يعني ان انت منظمه وقتك ومنظمه حياتك. وموضوع الشغل ده طول عمرك يعني بتشجعي جدا اي واحده انها لازم تشتغل حتى لو الراجل كويس. انت دايما بتتكلمي لانه انت عشتي جدا وتوفى او تاجر او بابا غني او بتاع طب وليه؟ فانت مش عايزاها تتحوج او تتضايق او جوزها قال لها بالسلامه. طب قولي لي بقى ما خلاص بقى بكرشها وقال لها بالسلامه. انت بتقري القصص يعني بيحصل